الخميس من 10 لنص نهار مع حزم بوشيبة على كابا فام. صباح الحب، صباح الفرحة، صباح الابتسامة. 10:20 إن شاء الله يربي الناس الكل تكونوا بخير. فقرة عيش حرة تتسويتا. عيش حرة. اليوم اخترنا موضوعنا انه نتخلوا على الافكار السلبيه، كيفاش انه اليوم نخمموا بايجابيه كبيره. تشاركني الحوار، سعيده جدا باستقبالك. انتظار القبيل استاذه رياضيات ومدربه برمجه لغويه عصبيه، مرحبا. عسلامة، بخير. صباح النور، شنو احوالك مدام انتظار؟ الحمد لله، عايشه الحمد لله. اليوم اخترنا باش نحكيوا بايجابيه. اي صحيح. أي سيدي، كيفاش نتخليو على الأفكار السلبية ذيك اللي عنا ونبدأ نخممو بشوية بشوية في الإيجابي؟ بيه، قبل كل شيء نحب نقول المستمعين الكل صباح الخيرات والمسرات، صباح ملؤه الخير والسعادة وراحة البال. ونحب نبتدأ كلامي بمقولة لغاندي، واللي هي الإنسان نتاج أفكاره وما يعتقده سوف يصبح عليه. إذا احنا نشوفوا انه اذا كان احنا فكرنا بايجابيه، فباش تكون مشاعرنا ايجابيه وباش يكون سلوكنا ايجابي، واكيد باش تكون نتائجنا ايجابيه. اما اذا كان احنا فكرنا بطريقه سلبيه وكانت افكارنا سلبيه، اكيد انه في نهايه الامر باش تكون نتائجنا سلبيه، لانه ثم علاقه وطيده بين الافكار والمشاعر والسلوك. إذا كان احنا طريقة تفكيرنا تكون إيجابية، أكيد في نهاية الأمر باش نتحصلوا على نتائج إيجابية في حياتنا. ومن هنا نستنتجوا أنه التفكير الإيجابي هو أحد المفاتيح الأساسية للإنجاز والاستمتاع متاعنا في حياتنا. وهنا ما نجموش نقولوا ليه احنا إذا كان باش نفكروا بإيجابية رانا باش نتخلوا على المشاكل، رانا ما نجمش نعيشوا في مشاكل، رانا لاباس علينا وما عندناش مشاكل. لا بالعكس، احنا هنا اكيد الحياة فيها العديد من التحديات، ولكن احنا يلزمنا نكونوا واثقين من ان احنا نجمو نتحديوها وانه احنا قادرين على ذلك. واهم نقطة واهم حاجة انه يكون عندنا يقين في الله ان احنا باش نجمو نتجاوزوا الصعوبات هذه، والله اكيد سيساعدنا على ذلك. راهي هذه نقطة مهمة جدا، هي اليقين في الله. أكيد. انا استطيع ولكن الله سيساعدني، واكيد لازم نكونوا متاكدين ان الله سيساعدني على ذلك. به ان شاء الله. هذا بالطبيعة به كرسائل نعرفوا اللي العديد توا من الاشخاص قاعدين يسمعوا فينا، تقريبا جل الاشخاص عندهم مشاكل تحديات كبيره في حياتهم، مش منجمين يزيدوا خطوه لقدام. كيفاش نجموا بنصائح من عندك كوتش هكا نحفزهم شويه؟ صحيح، هو احنا انه فما المشاكل هذه الكل في حياتنا وهذا اكيد واحنا نعيشوه، ولكن الشخص الايجابي يعرف انه هو اذا كان باش يقعد يلوم على المشاكل اللي موجوده وعلى اي حد اخر او على اي حاجه اخرى، راهو ماهوش باش يوصل لحتى شيء. وهذاك علاش يلزم ياخذ بزمام الامور ويتحرك هو باش يبني الحياة اللي هو يحب عليها. وأنا هنا باش نعطي 7 مفاتيح للتفكير الإيجابي، يعني أنا أحنا كيفاش نولي ونفكروا بطريقة إيجابية. أول حاجة وأهم حاجة هي أن أحنا نتخلصوا من حديث النفس السلبي. أنا راهو نقول الروحي حاجات سلبية. يعني أنا واحدة من الناس والأشخاص، يعني شخص بصفة عامة، يقول روحه في بعض الأحيان أفكار سلبية تخليه أنه هو يزيد يتعب في حياته. لك علاش يلزم نتخلصوا من الحديث السلبي للنفس ونغيروا أفكارنا. يعني كي نحكيو مع رواحنا ما عادش نحكيو بسلبية، خاطر كي نحكيو مع الغير باش نشكي ونبكي وبيا وعليا، لا يزي متودويت خلينا نقول، حتى مع روحك لا، حتى مع روحك تغير الفكرة هذيك. بالضبط، هو يلزمنا في أول مرحلة يلزمنا نغيروا ساعة من أنفسنا، من حديثنا مع أنفسنا. يعني مثلا إذا كان أنا باش نقول لروحي أنا مانيش باش ننجح في الحاجة هذيك، ولا ما نجمش نعمل الحاجة هذيك، إذا هناش لازمني نعمل، يلزمني نغير الكلام هذايا ونقول لروحي لا، أنا باش نحاول
نعم. مرة أخرى ولكن بطريقة مختلفة. نعم. وهكذا نولي هنا نحكي مع روحي بطريقة إيجابية ونعطي روحي فرصة أخرى أني باش نغير الطرق نتاعي، وهكذا النجم ننجح في اللي أنا قاعدة نقوم به. إن شاء الله. أنه يلزمنا نحطوا حدود للتأثير نتاع أفكار الآخرين وكلماتهم علينا. كما احنا ما يلزمناش نقولوا حديث سلبي لانفسنا، زاد حتى حديث الاخر السلبي لينا يلزمنا نضعوا له حدود. أيها. يعني انه انا ناخذ النقد الايجابي اللي باش ينفعني من الاخر، ولكن الكلام اللي باش يحبطني، اللي باش يخليني ما نقدمش، اللي باش يخليني ما نجزش، هذاك الكل يلزمني ما نسمعوش، او حتى كان سمعته نعمل روحي ما سمعتوش باش انا نجم نقدم. طبعا فما فرق كبير بين النقد والانتقاد، نحاولوا حتى ميساج نوصلوه لبعضنا، ما يسالش ما نرجعوش بعضنا بالنقد بالانتقاد اللي يوجع ساعه ساعه في بالك تنصح وانت ماكش تنصح. صحيح. هو حتى لو في طريقة اللي تقول بها الكلام للشخص الآخر، أنت يمشي في بالك أنك أنت معناتها في مصلحته، أنك تقوله في كلام في مصلحته، لكن أنت قاعد توجع فيه بالكلمات، لأنه الكلمة راهي عندها تأثير كبير على نفس الإنسان. هذا يلزمنا نحتاطوا منه، ويلزمنا ننتقيوا الكلمات اللي باش نقولوها لأنفسنا أولا وحتى للآخر. يعني هذا مهم جدا، لأنه تأثير الكلمة راهو في بعض الأحيان كأنه يعني كتأثير الخنجر، فما كلمات يعني تدخل للشخص كأنها خنجر، هذا يلزم ننتبهوا له معناها. فوالا ردوا بالنا من الكلام باش ما نرجعوش غيرنا، نحاولوا ننصحوا ولكن بأخف الأضرار خلينا نقولوا. نعم أكيد. ثم عندنا نقطة ثالثة مهمة جدا، هي أنه احنا ما نخليه حتى شيء يأثر على حالتنا الذهنية والنفسية. كيفاش؟ عنا احنا في ماضينا عنا خيبات امل مثلا صارت لنا في السابق، عنا فشل سابق لازمني نعمل احنا. ما قعدش انا انا هاني صار لي ونقعد انا في حالة وناقف غادي، لا. أيوة. يلزمني نقف مع روحي وقفة، ندرس نشوف الفشل هذيك ما هي الاسباب نتاعه، ونحلل الاسباب ونحلل علاش وصلت لك النتيجة هذيك. وهنا شنو عملت؟ الفشل هذاك غيرته وضعت في ذهني درس. في درس مثل الوضعية اللي صارت لي أو من التجربة الفاشلة اللي صارت لي، وهكذا النجم أنا في الحاضر متاعي ما عادش نفشل وما عادش يكون عندي فشل بالطريقة السابقة اللي صارت لي، وأكيد أني أنا باش ننجح في الحاضر متاعي وسأبني مستقبل يكون ناجح ومليء بالنجاحات. علاش؟ لأني أنا تعلمت من التجارب السابقة متاعي. عندنا نقطة أخرى مهمة زادة ومهمة جدا، هي أني أنا يلزمني ننظر للأحداث اللي تصير لي بشكل إيجابي. شو معناها؟ معناها هنا نقولوا أني أنا باش نغير المعنى. نعطي مثال بسيط، مثلا انا خرجت من المنزل نتاعي، تعديت جاري تعدى وما صبح عليا، ما قاليش صباح الخير. النجم نتغشش ونقولش بيه وجاري ندرش بيه ونقعد حد نهار كامل وانا ناكل في بعضي وانا مغشه ومانيش قد بعضي. هنا يلزمني نغير المعنى ونقول ممكن ينجم يكون مرانيش، ينجم يكون مسكين عنده مشكله وقاعد يخمم فيها وباله مشغول بحاجه اخرى. ميسالش أتوا بعد العشية مثلا نتوا نكلمه ولا نقوله شبيك ولا يعني باش نجبد معاه الحكاية ونحكيها ونشوف شنو اللي عنده. معناه نحاول أني أنا نغير المعنى للأشياء اللي تصير باش أنا ما نقعدش مغشة وما نقعدش معناها هكا نهار كامل وأنا على عصابي ولا خاطر على جاري ما كلمنيش. إذا هذا هنا يلزمنا نغيروا المعنى في الأحداث اللي تصير لنا باش نجموا نستمتعوا بيومنا والنجم نعيشوا مرتاحين، وهذا هو الهدف متاعنا. كيف يلزمني أستمتع بالأشياء الصغيرة والإنجازات البسيطة اللي أنا أقوم بها. مثلا أنا مبرمجة أني باش نعمل برشا حاجات في النهار هذاك، ولكن أنا أنجزت 20% من اللي أنا فكرت فيه ولا من اللي أنا خططت. ما نقعدش نقول انا ما كملتش وانا ما عملتش وانا نقعد نهار كامل وانا في توتر وفي ضغط نفسي وانا في حاله على خاطر ما نجمتش نكمل ننجز المهام اللي انا
حطيتهم وبرمجتهم في المخطط نتاعي. نستسمحك نستسمحك كوتش انتظار القبي نظرا الوقت الأخبار نكتفي عند هذا الحد. شكرا لك سيدة انتظار القبي كوتش، مشكورة جدا. كانت هذه فقرة عيش حرة. عيش حرة مجزء.